للحديث حول فكرة المقال نرحب عبر الهاتف بأستاذ القانون العام والكاتب الصحفي الدكتور معاذ أبو دلو. صباح الخير دكتور وأهلا بك. صباح الخير لك أخي معاذ وصباح الخير للمشاهدين والمشاهدات الأعزاء. أهلا بك. لربما حلول البطالة مطروحة منذ زمن ومنذ مدة والجميع يتحدث عن حلول، والبعض يقول بأن هذه الحلول توضع حبيسة الأدراج، والبعض الآخر يقول بأن هذه الحلول غير منطقية، وأنت تحدثت عن حكومات متعاقبة وتحدثت أيضا عن كتب تكليف سامي، هذا ما جاء في مقالك. برأيك هل وضعت الحلول وهنالك عقبات أمام هذه الحلول أم لم توضع الحلول أساسا؟ يا سيدي لا شك بأنه يعني الجميع يعلم بأن دائما البطالة هي يعني داء يؤثر على استقرار الدول، وداء دائما يعني هي مشكلة تؤرق الدول كافة. فلدينا في المملكة الأردنية الهاشمية يعني نحن منذ تقريبا عقد من الزمن أو ما يزيد نحن نعاني من مشكلة البطالة نتيجة يعني تراجع الاستثمار وانخفاض عجلة يعني العجلة الاقتصادية وسرعة العجلة الاقتصادية، وهذا الأمر ناتج عن مشاكل عدة يعني وأغلبها مشاكل جيوسياسية وأقليمية وأيضا ديموغرافية أثرت على الداخل الأردني، حيث أننا استقبلنا يعني من الأشقاء اللاجئين في المملكة الأردنية الهاشمية أعداد يعني كبيرة تزيد عن إمكانية الدولة الأردنية في تقديم الدعم لهؤلاء اللاجئين، مما أثر على الأيدي العاملة الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية. يعني أخي معاذ البطالة يعني هي بحاجة إلى حلول جذرية، يعني إحنا في عام 2000 اليوم نحن أمام 21% تقريبا بطالة حسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن يعني دائرة الإحصاءات العامة والدراسات الاقتصادية الصادرة عن الحكومة الأردنية. كانت قبل ذلك صحيح مرتفعة في العام الماضي والعام اللي قبله، وصلت تقريبا قبل 3 أعوام من 2020 لل 2021 لحد 25%. هذه أرقام تعتبر أرقام مرتفعة جدا. نعم. على يعني على مكون الدول لما بيكون عندي 25% من يعني السكان يعني يعانون من البطالة، ولا شك بأنه هذه البطالة تزداد لدينا أيضا ما بين فئة الشباب، نحن شعب فتي ودائما يعني الشباب بحاجة للعمل من أجل يعني أن يكملوا مسيرة الآباء والأجداد، وخاصة يعني لتكمل مسيرة العجلة الاقتصادية من خلال يعني رفض المؤسسات التي تدفع رواتب التحقيق. دكتور معاذ يعتقد أن الحكومات نعم لا أنا بدي أنتقل إلى موضوع هام جدا وأنت ذكرته في مقالك وتحدثت بسبب قلة الاستثمار وعدم إيجاد مشاريع اقتصادية، ولكن ما نسمع عنه دائما هو فتح مصانع، هو فتح مشاغل، هو فتح مدن صناعية، ولكن ما نتفاجأ به العمالة غير أردنية. هل الضعف بالأيدي العاملة الأردنية التي لا تستطيع ملء هذه الشواغر، أم الضعف في القانون الذي يسمح لمصانع كبرى بتوظيف آلاف من جنسيات أخرى؟ يا سيدي القوانين لدينا تشجع على الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية وتشجع على تشغيل الأيدي العاملة وتفرض بأن يكون هناك إذا كان هناك في مستثمر أجنبي يفرض عليه بأن يشغل أيدي عاملة أردنية، ولكن يجب علينا أن نفرق بأنه يجب على الحكومات أن تساعد في أولا لتنمية الاستثمار في مساعدة المستثمر الأردني الوطني أولا ومن ثم المستثمر الأجنبي، لأنه إذا أردنا أن نعتمد على المستثمر الأجنبي أعتقد بأنه يعني الوقت يعني طويل لدينا حتى نصل لما نصل إليه. هذا أي النقطة الأولى. النقطة الثانية آن الأوان للأردنيين والأردنيات جميعا أن يتجهوا إلى المهن وإلى التدريب المهني وإلى الأمور التي تتعلق بالمهن، يعني نحن لدينا الشعب الأردني مثقل بالشهادات الأكاديمية. اليوم إذا فتحنا مشغل مثل ما تفضلت أو مصنع معين للعمل يريد هذا المصنع حرفة ويريد أصحاب حرف ويريد أصحاب مهن أغلب، يعني ما بدي أتحدث بأنه نحن الأردنيين نعجز، ولكن نحن نرى بأنه يعني نسبة الأردنيين العاملين في هذه المهن أقل من نسبة ما الوافدين من أي دولة كانت هؤلاء الوافدين. لذلك يجب علينا أن يكون لدينا التوجه للتدريب المهني، يجب على المجتمع الأردني والمواطن الأردني وخاصة الشاب الأردني أن يتجه إلى المهن الصناعية والمهن الحرفية، لأن هذه المهن الصناعية والحرفية هي متواجدة ومطلوبة دائما. نعم. ونرى بأن هذه المهن الحرفية والصناعية في الأغلب تذهب إلى أيدي عاملة غير أردنية، وهذا أيضا يؤثر على الاقتصاد الأردني. أولا يحجز ويأخذ
موقع للأردني أو الشاب الأردني أو الحاصل على العمل الأردني، وثانيا يخرج العملة يعني الصعبة كما يقال باللغة العامية لخارج المملكة الأردنية، نعم، مما يؤثر على الاقتصاد الأردني. لذلك أعتقد هناك واجب متكامل على الحكومات في توفير وفي تعديل القوانين وفي فتح أسواق جديدة وفي يعني محاولة إبعاد المعطلات عن 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 موضع الاستثمار في الداخل الأردني وتوفير الفرص والمنح للمستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي. وبذات الوقت علينا كمواطنين وخاصة كشباب أن نتوجه إلى التدريب المهني للتدريب على الأعمال والمهن الصناعية والفنية التي ترفد وتساعد المواطن الأردني في إيجاد فرصة عمل ومساعدة في تحسين الواقع الاقتصادي، نعم، في المملكة الأردنية العشرينية على جميع منظومة الدولة. نعم، بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ القانون العام المحامي والمحاضرة دكتور معاذ أبو دلو، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.